اذا شنو هي القواعد الاساسيه الان لفقدان الوزن؟ كيفاش يمكننا نعاونوا راسنا باش نقصوا شويه من الوزن؟ حنا دابا عرفنا النظام الغذائي المتكامل كيفاش خصو يكون، كيفاش نعاونوا نفوسنا باش نقصوا؟ هي لا ريغلي تري سامبل، ما كاينش شي حاجه كومبليك. اول حاجه خصنا نشوفوا لا كويزين ديالنا شنو فيها، حيت الا كانت لا كويزين ديالنا عامره بالشكلاط بداكشي اللي ماشي اللي غير صحي، عمرنا ما غادي نضعفوا، لان ديما كيبقى عندنا الشهوه خصنا ناكلو خصنا كنشوفوا. اول حاجه غنديروا اون ليست، يعني غنتقدى عندي اون ليست ديك شي بسيط، ما تمشي ضروري غنتكلف نمشي نشري داك لي برودوي لايت وهذا زيرو سكر وهذا، لا ناخذ داكشي ناتوريل اللي دابا رجعوا على الموضه. دابا هادشي رجع للموضة، كتلقاي دي برودوي بارفوا كيقول لك اليجي ولا خفاف من المواد الدهنية، وهما بالعكس كتلقاي فيهم شي حوايج اللي ما مزيانينش. يعني ناخذوا داكشي الطبيعي ديال الناس زمان، ناخذوا لي بوزوان ديال اللي في هكا الحيمة حمراء، الدجاج، الأسماك، ناخذ شوية ديال القطاني، ناخذ القمح، ناخذ الخضار، الفواكه، فوالا هادي هي أون ليست ديالي. أون فوا كنوجد هاد لا ليست ديالي نحاول نطيب في الدار ما امكن، يعني لا عندي بوسيبيليتي كنطيب في الدار نطيب الماكله ديالي في الدار، ونحاول نظم الماكله ديالي. يعني كنفطر في 8 الصباح خصني نفطر في 8 الصباح، كنتغدى في الوحده خصني نتغدى في الوحده، كنتعشى في 8 نتعشى في 8. بعض المرات كيكون بحال دابا الويكاند ولا حتى يتخربق سي با ترو غاف، ولكن شاك جور لا خصنا نحافظوا على ماشي كل نهار وتناكلوا فوق المكان. لان علاش؟ لان حيت كيكون عندنا داك الاحساس بالشبع والاحساس بالجوع، حتى هما تيتريغلو معانا في لو كور. يعني ملي تنحسوا بالجوع راه حسينا بالجوع، لان ديجا راه فطرنا في 8، ماشي بحال كنبقاو نخربقوا كل مره ما كنعرفوش فوقاش. دونك كما قلت لك نظموا الوقت ديال الماكله. ثالث حاجه وهي الناس النوم، مهم جدا مهم جدا. كاين الناس اللي ما تينعسوش ودايرين الماكله كوم الفو، داكشي مزيان وناقصين وهذا، وما تيضعفوش. وكاين اللي العكس تيتزاد، تيقول ما يمكنش شنو مناش المشكل، المشكل من الناس. بزاف ديال الابحاث بزاف ديال الدراسات اللي داروا وبينوا باللي الناس اللي كينعسوا مزيان يعني في الوقت ديالهم كينعسوا بكري تقريبا 10 ل 11، يعني كينعسوا الساعات اللي هي لازمه 8 ساعات 7 على الاقل، فهما تيضعفوا اكثر من الناس اللي ما تينعسوش.